ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، رغم تصعيد الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع التي دائما ما حذرت منها مصر منذ بداية الأزمة، إلا أن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة ما زالت وستزال في أولوية اهتمامات الدولة المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بإدخال المساعدات وزيادة حجم هذه المساعدات، كيف ترى الوضع الآن؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد رغم تعقيدات المشهد الدولي وأيضا صعوبة الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة وتأزم الموقف ويعني الكثير من الصعوبات، إلا أن الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة سواء على الصعيد الدبلوماسي والسياسي أو حتى على الصعيد طبعا الإنساني لدعم القضية الفلسطينية بشكل عام ولدعم أشقائنا في قطاع غزة بشكل خاص. وأعتقد أن الدور المصري في الحقيقة هو المرتكز الحقيقي لإيجاد حل للأوضاع الراهنة. ورغم في الحقيقة كما حضرتك ذكرت فكرة تعقد المشهد الدولي والكثير من المشاكل الإقليمية، إلا أن الدولة المصرية في الحقيقة لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وهذا يظهر سواء عبر الاتصالات الدبلوماسية المصرية المكثفة التي نراها يعني مع كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر، أو حتى عبر طبعا الدور الذي تقوم به الدولة المصرية مع شركاء الإقليميين والدوليين مثل قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو هنا نتحدث عن فكرة الوساطة من أجل إيجاد هدنة ووقف إطلاق النار، أو طبعا على صعيد المسار الإنساني اللي الدولة المصرية في الحقيقة بتقوم من خلاله بدور أكثر من عظيم في الحقيقة. نحن نتحدث أيضا عن تنامي هذا الدور وتطوره بتطور الأحداث، نحن لا نتحدث فقط عن إدخال المساعدات أو طبعا يعني الكثير من الأمور أو فيما يتعلق طبعا بعدم إغلاق معبر رفح الذي هو مفتوح على مدار الساعة، ولكن أيضا نحن نتحدث عن إنزال جوي للمساعدات، نحن نتحدث أيضا عن مخيمات للنازحين داخل قطاع غزة، نتحدث أيضا عن استقبال عدد كبير من المصابين داخل المستشفيات المصريه. احنا نتحدث عن ربما يعني ما يقرب من 4000 مصاب بالفعل يدخلوا الى المستشفيات المصريه لتلقي العلاج، والكثير والكثير من مسارات العمل داخل المسار الانساني. وبالتالي انا اعتقد ان مصر بتبرهن انها يعني هي المعنيه بهذا الدور، وانها لم ولن تتخلى عن اداء هذا الدور المهم جدا حتى في ظل اتساع دائره الصراع، حتى في ظل وجود تشابكات إقليمية صعبة للغاية، حتى في ظل يعني تدهور الأوضاع داخل قطاع غزة، إلا أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى أيضا عن مسؤولياتها. الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية في أولى اهتماماتها، وتضع يعني أيضا كافة قدراتها وإمكانياتها وخبراتها لمساندة الأشقاء داخل قطاع غزة. نعم، يعني في البداية، في بداية الأحداث كانت مصر أكدت وتؤكد دائما على فتح معبر رفح وعدم غلقه كما أشرت ضيفي الكريم، وكانت تتحدث في البداية عن ضرورة إدخال المساعدات. في الأيام الأخيرة من رمضان شاهدنا البيان الصحفي من الهيئة العامة للاستعلامات، والذي أكدت فيه وفقا لتوجيهات السيد الرئيس سيتم العمل على زيادة حجم هذه المساعدات، وبالفعل وجدنا في أول أيام العيد دخول 314 شاحنة. يمكن هنا يجب أن نشير أن الدولة المصرية في الحقيقة خاضت معارك دبلوماسية صعبة للغاية لحشد الرأي العام الدولي والإقناع الرأي العام الدولي بأهمية إدخال المساعدات وأيضا مساندة الدور المصري في هذا الأمر، ونجحت الدولة المصرية في الحقيقة بعد كل هذه الجهود لزيادة عدد الشاحنات النافذة إلى قطاع غزة، وأيضا رفع بعض العراقيل الإسرائيلية التي كانت وما زالت حتى الآن طبعا يعني تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وهذا النجاح المصري نتاج ان الدوله المصريه في الحقيقه لا تفصل العمل الانساني عن العمل السياسي، بل انها تسخر كافه ادواتها من اجل مسانده القضيه الفلسطينيه، بل ان الادوات الدبلوماسيه والسياسيه ايضا تعمل من اجل انجاح المسار الانساني، وهذا ما ظهر الان جليا من خلال زياده اعداد الشاحنات النافذه الى قطاع غزه، وهذا امر مهم للغايه ونجاح للدبلوماسيه المصريه وللعمل السياسي المصري وايضا العمل الانساني المصري. الان تكامل في الدور المصري في الحقيقه يثبت نجاحه يوم بعد يوم، ومرتكز اساسي يعني مسانده اهالينا في قطاع غزه، والجميع يثق في الدور المصري، وطبعا الاشقاء في قطاع غزه يثقون تمام الثقه في هذا الدور الذي هو الان صمام الامان لبقاء القضيه الفلسطينيه. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الصحفي الاستاذ جمال رائف، كنت معنا على الهواء مباشره.